الصحة والجمال لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الطبية. كما عودناكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة الصحة والجمال، أن برنامج المجلة الطبية مش مجرد برنامج بنستعرض فيه أخبار ونستعرض فيه بعض الأفكار أو الدراسات الجديدة، لكن هو خطة طبية عشان نعيش حياة طبية سليمة ونعيش حياة سعيدة بإذن الله، وده من خلال طبعا لقاءاتنا مع عدد كبير من الأطباء المعروفين في مصر والعالم العربي. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا وبدأ يأخذ حيز كبير من الدراسات الموجودة حاليا التي دقت ناقوس الخطر، هو موضوع تسوس الأسنان عند الأطفال. هيكون معي ضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد جلال، مدرس مساعد بكلية طب أسنان جامعة الأزهر. أهلا بك يا دكتور. دكتور، يعني موضوع تسوس الأسنان يعني عند البحث عن بعض المشاكل التي يتأثر بها الأطفال، نجد أن تسوس الأسنان ومشاكل الأسنان هي تعتبر ناقوس الخطر الذي يصيب الأطفال من سن مبكر جدا. دكتور، في البداية يعني متى يتم ظهور أو تكوين الأسنان عند الأطفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي زوجين أو ربنا سبحانه وتعالى ما يرزقهم بولد أو بنت طفل بيبقوا مشغوفين جدا إن هم يتابعوا مراحل النمو بتاعته، وأهم حاجة أو من أكتر حاجات اللي بتستحوذ على اهتمامهم هو موضوع ظهور الأسنان، لأن موضوع ظهور الأسنان موضوع فيه اختلافات كتيرة بين أي طفل مختلف عن الطفل الآخر. بيبتدي الأطفال يقارنوا او يحصل في مقارنه ما بين الاطفال الموجودين في العيله الواحده، في طفل سن بدري شويه، في طفل سن متاخر شويه، بيبتدي يحصل المقارنات دي وبيبتدي يحصل قلق. تكوين الاسنان بيبتدي بدري جدا، بيبتدي ولسه الجنين في رحم الام، بيبتدي الاسنان اللبنيه حوالي من عند سن شهرين او 7 اسابيع من الحبل. الاسنان الدايمه بتبتدي من عند سن حوالي 4 شهور. وجود تكوين الاسنان في سن بدري او سن مبكر معناه ان لازم الام اثناء فتره الحمل او المراه اثناء فتره الحمل لازم تكون حريصه جدا في على صحتها، حريصه جدا في الادويه اللي بتاخدها، لازم يكون في استشاره دائمه مع الطبيب المعالج اي دواء هتاخده، لان بعض الادويه وبعض الامراض اللي ممكن تحصل اثناء فتره الحمل للام بتأثر مش بس على الأسنان بأنها بتخليها تظهر متأخرة، لكن كمان بتؤدي إلى بعض الأمراض في الأسنان، يعني الأسنان بتطلع حتى في ميعادها ولكن بتطلع بصورة غير طبيعية. طب يا دكتور، يعني أفهم كلام حضرتك أن ظهور الأسنان ليه وقت معين من شهرين لثلاثة أو من بداية الشهرين؟ ده بداية التكوين. هل هناك اختلاف يعني في ظهور الأسنان عند من طفل لآخر مثلا، أو هل هناك أسباب تؤخر عملية ظهور الأسنان عند الأطفال في هذا السن؟ هو مبدئيا عملية ظهور الأسنان معتمدة على عوامل كتيرة جدا. في عامل وراثي، تمام، في العوامل البيئية وعامل مناخية، زي ما قلنا أثناء الجنين وهو لسه في رحم الأم هل حصل أي مشكلة للأم أثناء فترة الحمل، كل ده بيأثر. طب زي ايه مثلا يا دكتور المشاكل مثلا؟ يعني حصل مثلا مرض، مثلا حصل حمى، خدت بعض الأدوية اللي غير مفروض انها ما تاخدهاش، خصوصا ان احنا هنا كمصريين بنعاني بان احنا بناخد أدوية بشكل غير منضبط، سواء كان مسكنات او مضادات حيوية، رغم ان في انواع منها خطر على الام على المرأة الحامل، واللي بترضع برضه المفروض ان هي ما تستعملهاش فترة الحمل والرضاعة. بداية ظهور الاسنان المتوسط حوالي 6 شهور، تمام، لكن في مشكلة برضه ان بعض الاطفال بيتولدوا باسنان، يعني وقت الولاده مولود باسنان بيسموها النيتال تيس او الاسنان اللي هي ساعه الولاده ديت، المفروض الدكتور المعالج بيقيمها، هي في الغالب بتبقى تكوين شبيه بالاسنان لكن ما هواش له تركيب كامل او ما هواش سنه كامله. طب هل ده نتيجه او ظهور الاسنان المبكره دي نتيجه ليه، نتيجه سبب معين مثلا؟
يعني هي كلها حاجات بتحصل اثناء الديفلوبمنت او تكوين الاسنان. فبتبقى حاجات يعني حالات نادره جدا ان يبقى في اسنان موجوده عن في بدايه عند الولاده على طول. دي زي ما قلنا بنقيمها، وفي الغالب بتبقى مهزوزه يعني ما بتبقاش ثابته، بتبقى ملخلخه. فبنشيلها علشان ما تتعارضش مع موضوع الرضاعه، لانها تسبب مشكله جدا اثناء موضوع الرضاعه. يعني هو دي المشكله الاساسيه، هي مشكله الرضاعه ديت هي اللي بتسبب الاسنان التي تظهر مبكره. هي موضوع الاسنان المبكره دي حالات نادره بتحصل نتيجه مشاكل اثناء تكوين الاسنان، فشيء غير طبيعي. ومفروض انها بتبقى اسنان يعني بنسميها ما قبل الاسنان اللبنيه، يعني هي ما هيش اسنان لبنيه. هي اسنان يعني كانها عرض نادر بيظهر، لكن احيانا بيظهر ماشي، لكن لازم نبقى عارفين ان حتى لو ظهر ما نقلقش، ما نخافش، ما هواش مشكله كبيره. بتبقى زي ما قلنا بنقيمها، ولو هي متاكد تماما بس ان هي ما هياش اسنان لبنيه، ان ممكن برضو ان تكون اسنان لبنيه بس برضو في حالات نادره جدا. لكن في حاله ان هي اسنان غير ثابته تكوينها ما هواش زي تكوين الاسنان كامل، ملهاش جدر مكتمل زي بقيه الاسنان، يعني بنشيلها عشان ما تتعرضش على موضوع الرضاعه، وملهاش اي تاثير خالص على بقيه الاسنان. هل الام يا دكتور تقدر تفرق بين الاسنان التي تظهر مبكرا والاسنان اللبنيه بدون لجوء للطبيب؟ يعني هي اصل الاسنان اللبنيه بتبتدي عن 6 شهور، واحنا هنا في مصر يعني كمان ناس كتيره بتبتدي متاخر، حتى ممكن توصل لسنه. انما الاسنان دي بتظهر ساعه الولاده مباشره، يعني الجنين بيتولد او بيبي يتولد بالاسنان دي موجوده فعلا، تمام، او بعديها بفتره قصيره جدا. لان الاسنان اللبنيه ما بتظهرش قبل 5 شهور او 6 شهور، يعني ممكن الاسنان تطلع بدري شويه لكن مش قبل الميعاد دوت، انما متاخر، وده الغالب انها بتظهر متاخر لحد مدى سنه. تمام. زي ما قلنا بيتم الاول في ظهور الاسنان بالقواطع السفليه، او الاسنان القواطع في الفك السفلي بيتبعها القواطع في الفك العلوي، بعد كده بتبتدي الدروس او الضرس بيظهر، بعد كده الناب، وبعد كده الضرس الاخير. في بقى بالنسبه لظهور الاسنان في حاجه مهمه جدا، يعني ودي بتعمل مشاكل كتيره جدا، ان الضروس الدايمه او الاسنان الدايمه او الضرس بيطلع عن 6 سنين. تمام. مشكلته يعني دي المرحله اللي حضرتك بتتكلم عليها، دي مرحله بعد الولاده على طول. انا دلوقتي بتكلم على ظهور الاسنان. ظهور الاسنان بيبتدي من 6 شهور بعد الولاده. طيب يعني من قراءتنا للموضوع، يعني تمر مرحله تكوين الاسنان بكذا مرحله. مرحله اول حاجه مرحله التسنين دي بتبقى في بدايه عمر الطفل، ثم مرحله الاسنان اللبنيه، ثم الاسنان الدائمه. الثلاث مراحل دول يا دكتور، يعني لو جينا نفصلهم تفصيلا، يعني مرحله التسنين هي تعتبر من اخطر او اصعب المراحل للام بالذات، وثم للطفل، لانه بيشعر او الام بتشعر ان الطفل يعاني من حاله مرضيه شديده، وتغير في لون البشره الطفل، او تغير هناك بعض الاعراض. طبيا يا دكتور، ما هي الاعراض التي تظهر مباشره في هذه المرحله، وكيف نطمئن الامهات في هذه المرحله، وكيف يتم الوقوف بجانب الطفل في هذه المرحله؟ في الاعراض اللي بتظهر على الطفل اثناء التسنين مختلفه، برضه بتختلف من طفل لاخر، لكن في الغالب بتبقى حاجات بسيطه جدا. مجرد لو حصل سخونيه يبقى سخونيه بسيطه جدا، نص درجه او درجه بالكثير. بيظهر ان الطفل يعني عايز يعني ايه، يعني بيحس زي يعني بيحس ان هو عايز يعض على اللثه في المنطقه اللي بيحصل فيها ظهور الاسنان. اي حاجه طريه ساقعه، طبعا لو هو لسه ما دخلش مرحله الاكل، لو مثلا الحلقه البلاستيكيه اللي هي العضاده لو هي بارده شويه ممكن تخفف شويه من الالام او الازعاج اللي هو بيحس بيه. يعني هي بعض الاحيان بتبقى ازعاج ما بتبقاش الم، هو شيء جديد عليه، مش اول مره يحس بيه، فبيحس بازعاج، ما بيبقاش قادر ياكل كويس، ما بيبقاش قادر يمارس النشاطات اللي بيمارسها في يومه بشكل طبيعي. بيحس بس بعد الازعاج زي ما قلنا، لو سخونيه او حمى تبقى بسيطه جدا، نص درجه درجه بالكثير، ما بتحتاجش الا مجرد مسكن خفيف جدا، ما بتحتاجش ادويه شديده. ممكن يحصل في بعض الاحيان، بس دي يعني بتبقى قليله جدا، ان ممكن يحصل اسهال او بس ده بيبقى نتيجه زي ما قلنا ان هو بيبقى نظام حياته
يعني دي الاعراض، دي الاعراض الاساسيه اللي بتظهر في المرحله دي، اي اعراض ثانيه دي ما لهاش علاقه بالمرحله. ممكن تبقى نتيجه زي ما قلنا ان هو تصرفاته اثناء اليوم بتتغير، ما بقاش عارف ياكل كويس، ما بيبقاش مثلا بيلعب بشكل كويس او بيمارس نشاطاته في اليوم بشكل منتظم، فده ممكن ياثر عليه في بعض الحاجات تانية، لكن ما هياش سبب رئيسي ان ممكن يحصل قيء او اسهال او اي حاجه من الحاجات دي. احنا يا دكتور هنستعرض معانا كم خبر، هنستعرض اول خبر ونرجع نكمل موضوعنا تاني الاخبار الموجوده حاليا معانا. اول خبر بيقول طرق حمايه اسنان طفلك من التسوس. الخبر بيقول تسوس الاسنان من اكثر مشاكل الاسنان شيوعا لدى الاطفال، وانصح الاطباء بالاهتمام باسنان الاطفال من الشهور الاولى عبر تنظيف اللثه بنعومه باستخدام قطعه قطن نظيفه مرتين في اليوم، والاقلال من تعود الطفل على الحلوى والعصائر المحلاه واستبدالها بالعصائر الطبيعيه. ونقدم لك في صحتك اليوم او في المجله اهم النصائح والارشادات المهمه للعنايه باسنان الاطفال. الخبر ده دل على تسوس الاسنان، ده بيشكل خطر كبير على الاطفال، وده باستخدام استخدامهم او باسباب استخدامهم لبعض الحلوى وبعض المواد او العصائر المحلاه بطريقه غير طبيعيه. دي الخبر ده هنتكلم عنه يا دكتور، هتحلله بطريقه تانية، بس نرجع لموضوعنا تاني اللي هو التسنين او مرحله التسنين. بعض الامهات يا دكتور بتعاني من مرحله تاخر التسنين وبتقلق، يعني تشعر بحاله من القلق في مرحله التسنين. هل تاخر التسنين ده ليه علاج مثلا او ليه اسباب اساسيه بعد الولاده نقدر نعالجها؟ هو المفروض زي ما قلنا ان بدايه تكوين الاسنان بيبقى اثناء الجنين هو لسه في رحم الام، يبقى الام لازم تواظب او تحافظ على صحتها من بدايه الحمل، تاخد كميات كالسيوم كفايه، تاخد جميع العناصر الغذائيه بصراحه المفروض تكون موجوده بشكل كافي وكامل. الجنين اثناء وجوده في رحم الام بياخد كل العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها بشكل كامل، لو في اي تاثير يبقى تاثير على الام. المشكله ان بعد بعد الولاده بيبقى الطفل يعني حصوله على المكونات الغذائيه او الانواع الغذائيه زي البروتينات الفيتامينات كل الكلام ده معتمد على درجه اطعامه او درجه ان انا اوصله الغذاء بشكل كافي. لذلك لازم زي ما قلنا ان يكون من بدايه الحمل اواظب الاول بالنسبه للام انها تبقى منتظمه على جميع عناصر غذائيه الموجوده بشكل كامل. بعد الولاده المفروض ان انا اتابع الطفل بانه ياخد برضه كفايته من الغذاء بشكل كافي. بعد كده اي تاخير مفيش اي مشكله فيه. طيب. يعني لو وصلت حتى يعني بعض الاطفال بتوصل لسنه عشان يبتدي يظهر اسنان. الفكره ان الاسنان ليها ترتيب. زي ما قلنا الترتيب اللي احنا قلنا دوت، لو اختل الترتيب دوت ممكن احنا نلجا لاشاعه، صوره اشاعه هتبين الاسنان اللي موجوده ايه. طبعا او التخوف من ان يكون ما فيش اسنان موجوده ده تخوف قليل جدا او ضعيف، لان الامراض اللي بينتج عنها عدم وجود الاسنان سواء بشكل جزئي او كلي ما بتبقاش بيبقاش المرض مختص بالاسنان بس، بيأثر على حاجات تانية. يعني افهم كلام حضرتك ان الاسنان ليها ترتيب زمني معين بالزبط. بنقدر موجود، يعني ده طبيعي في اي انسان طبيعي او اي طفل طبيعي ليه ترتيب زمني معين وترتيب في الظهور بالزبط. اي خلل في الظهور ده يا دكتور يعني بيرجع لاسباب معينه حضرتك ذكرت منها، يعني سبب اللي هو ممكن برضو بالذات في السن الكبير مثلا نقص الكالسيوم، هل في مشاكل مثلا في الوظيفه بتاعت الغده الدرقيه، ده ممكن يكون سبب تمام. انما زي ما قلنا اي سنه كمان عشان تظهر لازم بيتكون من حوالي من نص لتلتين الجدر يكون متكون. يبقى انا لما بنقول ان احنا ممكن نلجا لصور اشاعه عشان اشوف الاسنان ديت اشوف الجزء اللي كون الجدر قد ايه، لان بعض الاطباء بيلجاوا ان هم يعملوا شق في اللثه عشان يحاول يظهر الاسنان بسرعه رغم ان يكون معاده لسه ما جاش، فحتى لو عمل الشق دوت برده مش هتظهر، لازم النص تلتين الجدر يكون متكون عشان اقول الاسنان دي المفروض انها تظهر في الفم. طب امتى يا دكتور تنصح الام انها تلجا للطبيب في هذه المرحله؟ والله اي ام لو الطفل اتاخر عن سنه يعني ما طلعش اي اسنان خالص وعدى سنه خصوصا لو كان بيعاني من اي مشاكل تانية لازم تلجا للطبيب مباشره. زي ما قلنا بيعمل صوره اشعه بيطمن الاسنان كلها موجوده،
بعد كده ما فيش اي مشكله، حتى لو الترتيب اختل، بس انا متاكد ان كل الاسنان موجوده، كل الاسنان في مكانها خلاص، يبقى ما قلقش خالص. ممكن زي ما قلنا بيحصل اختلافات كتيره جدا عن حتى التتابع اللي احنا قلناه دوت، احيانا ممكن يحصل اختلاف. يعني المفروض ان اي كمان اي سنه بيطلع مثلا لو قاطع مثلا او ناب بيطلع اليمين والشمال مع بعض. انا ممكن مثلا الاقي سنتين او ثلاثه طلعوا في ناحيه واحده يمين او شمال مره واحده، تمام ماشي، ما فيش اي مشكله خالص. والاختلافات بقت شائعه قوي وكتيره قوي في بالذات هنا في مصر. طيب نيجي ننظر الموضوع من منظور تاني، اللي هو يا دكتور مشكله بتقابل بعض الامهات هي ظهور اسنان الاطفال اسنان هشه. بما تعول من احد المراحل اللي يكون السبب الاساسي في ظهور اسنان هشه عند الاطفال. احنا زي ما قلنا قبل كده ان تكوين الاسنان بيبتدي بدري جدا. زي ما قلنا لو الام حصل في اي مرض او زي ما قلنا حصل حمى، حصل ادويه معينه خليتها ما كانش المفروض انها تاخدها، كل الكلام ده بيأثر على الاسنان، مش بس بيأخرها لكن بيبتدي يخلي سواء كان ماده السنه نفسها او نسبه التكلس او املاح الكالسيوم والفوسفيت في الاسنان، وهي دي اللي بتدي القوه والصلابه للسنه، بتبقى اقل من الطبيعي. فبالتالي بيبتدي يظهر الاسنان بشكل غير طبيعي. الشكل غير الطبيعي ده بيتراوح ما بين الاسنان مثلا تبقى فيها بقع بيضة، يعني المفروض الاسنان ما تبقاش لونها ابيض ناصع، بيبقى لونها ابيض ميال للاصفرار او ميال بيبقى درجات مختلفه، لكن ما بيبقاش ابيض ناصع. لكن ممكن الاقي بعض النقط اللي هي بتبقى لونها كده زي لون التباشير. طب يا دكتور يعني انا افهم من كلام حضرتك ان تغير لون الاسنان ده ليه مدلول طبيا؟ طبعا بيبقى زي ما قلنا الاسنان زي ما قلنا التكوين مستمر. لو حصل مشكله زي ما قلنا مرض للام او ادويه غلط خدتها، او حتى بعد الطفل ما يتولد برضه حصل اي مشكله صحيه كبيره، الاسنان بيستمر التكوين. لكن بيبقى الجزء من السنه اللي اتكون اثناء المرض دوت بيتاثر. فلذلك ممكن الاقي ان البقعه ديت شكلها مختلف، حجمها مختلف، مكانها مختلف، حسب المكان اللي اتاثر او حسب المشكله دي حصلت وقت تكوين ايه. طيب يا دكتور يعني الاسنان يعتبر لها شكل جمالي سبحان الله، يعني ما خلق الله من شيء الا وله فائده، وله جميل فائده عظيمه. تكوين السن يا دكتور هل ليه نسب معينه من المواد تقدر حضرتك تعرفها مثلا وتقول السن ده سن سليم او طبيعي 100%؟ ليه تكوين معين نسب ثابته يعني في الطبيعه؟ هو له نسب، لكن النسب دي ما بنقدرش ان احنا نحددها بالنظر. النسب دي بتبقى محتاجه تحليل مثلا او بناخد عينات ونشوفها تحت الميكروسكوب وبنحدد اذا كان. طب حضرتك طبيا بتلجا للنقطه دي ساعات يعني؟ لا طبعا، هو الـ الـ الاسنان زي ما قلنا اولا اسنان الاطفال شكلها مختلف شويه عن الاسنان اللبنيه، سواء من شكل الـ التاج بتاع السنه اللي هو الجزء اللي بيظهر في الفم، بتبقى يعني اكثر درجه البياض اكبر شويه من الاسنان الدايمه. برضو الجذور شكلها مختلف في الاشعه، يعني احنا بنعرفها في العيادات لو كان اسنان دي لبني او دايمه. لكن يعني استعمال الطفل الاسنان بشكل سليم، ان هو بياكل عليها ما بيعانيش من اي مشكله، ده يعتبر دليل ان الاسنان بحاله كويسه. لكن طبعا يجب متابعتها بانتظام وبشكل دوري، لان في بعض الاحيان يعني الاسنان اللبنيه بتسوس والطفل ما يحسش الا بعد ما توصل لمرحله متقدمه جدا من التسوس، وده بيصعب عمليه التعويض ان هي تتعوض بحشو او الى ذلك، خصوصا ان الاسنان اللبنيه ليها اهميه كبيره جدا. الاسنان اللبنيه نتكلم عنها بقى. السؤال بقى يا دكتور، هل الاسنان اللبنيه تشكل عامل مهم في تكوين الاسنان الدائمه؟ أو ما فائده يعني بصيغه اخرى، هل ما فائده الاسنان اللبنيه في تكوين الاسنان الدائمه او بعد قبل مرحله تكوين الاسنان الدائمه؟ الاسنان اللبنيه ليها فوائد كثيره جدا. منها المعروف للناس اللي هو الوسيله اللي الطفل هيقدر بيها يمضغ الطعام ويقدر ياكل بشكل كويس. لكن الاسنان اللبنيه لها دور مهم جدا في التكوين ونمو عظام الفك والعضلات الموجوده برضو في الفك وفي الوجه، وليها برضو دور في ان هي في وجودها
في مكانها الطبيعي للوقت الطبيعي بتاعها لحد ما تسلم مكانها للسنة الدائمة اللي هتطلع مكانها. هي بتعمل زي ايه؟ زي ارشاد للاسنان الدائمة انها تطلع في مكانها الطبيعي. ده بالنسبة للاسنان الدائمة اللي بتطلع مكان اسنان لبنية. انا في عندي الدروس الدائمة بتطلع في مكان فاضي مفهوش اي اسنان لبنية. في واول درس بيظهر وده اول سنة دائمة بتظهر في الفم اللي هو الدرس بيظهر عند 6 سنين. الدرس ده بيطلع ورا اخر درس لبنية. يعني افهم كلام حضرتك ان الاسنان اللبنية ده عمر تساقط معين. بالظبط. كل سنة ليها عمر معين مفروض انها هتبدل فيه. الاسنان الامامية القواطع بتبتدي تبدل من عند حوالي 6 سنين. بيظهر قبل القواطع الامامية بيظهر الدرس اللي بقول عليه دوت بيظهر ورا اخر درس لبني. خطورة الدرس دوت واهميته واولا اكبر درس موجود في الفك اللي هو الدرس ده بيطلع مفيش قبليه درس لبني. ولذلك كتير جدا بعض الاولياء الامور بيفتكروا ان هو درس لبني فبيتساب لحد ما يسوس ويوصل لمرحله متقدمه جدا من التسوس بيصعب معاها ان هو يتعوض او بيحتاج لعلاج جذور واشياء اخرى. الدرس دوت من اهم الدروس الموجوده في الفك زي ما قلنا اكبرهم في الحجم وبالتالي القوه اللي وقع عليه اثناء عمليه المضغ في الاثناء بعد البلوغ او بعد في الاسنان الدائمه اكبر قوه عليه هو. بالاضافه ان هو له دور مهم جدا في ترتيب الاسنان في الفك وترتيب الاسنان في الفكين مع بعض اثناء الاطباق. يعني هم بيسموه الدرس ده بيسموه الكيف اوكلوجن يعني المفتاح اللي عن طريقه بيقدر يظهر او بيقدر ترتيب الاسنان في الفك الواحد وترتيب الاسنان او علاقه الاسنان ببعضها في الفكين تبقى بشكل منتظم. وهو ده اللي بيحصل مشاكل فيه او هو ده الدليل اللي بيعرفنا هل الطفل ده او الشخص ده عنده مشاكل تقويميه محتاج تقويم ولا لا. تمام. خلال علاقته بنظيره في الفك الاخر. غير المشكله الجماليه للاسنان في مشكله ايضا اللي هي نخر الاسنان المبكر للاطفال او بما يعرف تسوس الاسنان. بالزبط. وفي دراسات اظهرت او سمت هذه المشكله مش او ظاهره او متلازمه زجاجه الارضاع. ايه المشكله دي يا دكتور وكيف يتم علاجها حلها؟ هي الموضوع دوت بيظهر بالذات في الاسنان الاماميه بعض الاطفال ودي مشكله لما والدته بتبتدي ترضعه بترضعه لحد ما ينام. فالمفروض ان اول الطفل ما ينام المفروض ان انا بشيل الحلقه من بقه و يعني ايه بينتهي موضوع الرضاعه. بعض الاحيان الام هي كمان بتنام وبتفضل الايه الحلمه في بق الطفل فبيبتدي لان هو طبعا نايم فما بيبلعش فبيبتدي بعض اللبن الموجود في فم الطفل وبيترسب تحت بيفضل واقف تحت في الايه في قاع الفم وبيبتدي ان هو طبعا اللبن غني طبعا ببعض بقى السكريات وبيبتدي ان هو يبتدي يسوس الاسنان بشكل مبكر جدا. بعض الاحيان بيبقى الاسنان لسه ما ظهرتش لنهايتها يعني المفروض الاسنان بتظهر وبعد كده بيبتدي بالتدريج تطول لحد ما توصل لامر معين الشكل النهائي بتاعها. بعض الاحيان الاسنان بتسوس وهي لسه ما وصلتش ليه الشكل النهائي بتاعها وما طلعتش للاخر زي ما بيقول. دي مشكله اصلا يعني مشكله لها اسباب يعني سبب ده ما هو مشكله الرضاعه هو ده جزء زي ما قلنا. تاني جزء طبعا مجرد ان فيها اسنان طلعت معناه ان الطفل ده بياكل طبعا نوع الاكل او السكريات اللي هو بياخدها واوقاتها مهمه جدا يعني المفروض زي ما قلت لحضرتك ان احنا بحاول ان انا استبدل الحلوى والاغذيه المحفوظه باطعمه طبيعيه بخضار بفاكهه كل الكلام ده بيقوي النسا بيخلي الاسنان تبقى في مكانها بشكل طبيعي لما يجي معاد تبديلها بضاعه بشكل طبيعي ان برضه بعض الاطفال بتبتدي يظهر الاسنان الدايمه والاسنان اللبنيه موجوده بيبقى فيه ضعف شويه في اللثه نتيجه ان الاطفال كلها بتعتمد على السوفت فود او الاطعمه الخفيفه اللي هي الالياف الحاجات دي بتقوي اللثه زي ما قلنا وبتحافظ على الاسنان سليمه او نظيفه لان الخضار او الفاكهه يعني بيغسل الاسنان بيخليها نظيفه على عكس الاطعمه المحفوظه كلها تبقى حاجات زي بنسميها ستيكي فود يعني بتلزق على سطح السمنه
ما بتروحش، بتفضل واقف على سطح السنه، وطبعا بتسهل على بعد كده موضوع التسوس. طب دكتور، يعني عايزين حضرتك توجه للمشاهدين الكرام يعني في بوينت بسيطه كده، اهم الخطوات في حمايه اسنان الاطفال، واهم الارشادات اللي تنصح بها كل ام ازاي تحافظ على اسنان طفلها من بدايه التسنين لظهور الاسنان الدائمه وفيما بعده ان شاء الله. هو زي ما قلنا اي حامل لازم تهتم بصحتها جدا، زي ما قلنا تكوين الاسنان بيبتدي من بدري جدا، يعني مش بس المشاكل اللي ممكن تحصل من ضعف صحه الام ان تاخير الاسنان، لا ده كمان ممكن يحصل زي ما قلنا بعض الامراض في الاسنان، الاسنان بتطلع ولكن بشكل غير طبيعي. برضو بعد بعد الولاده لازم اعتني بطفلي، لازم زي ما قلنا موضوع الارضاع دوت، مجرد ان الطفل نام لازم اوقف موضوع الرضاعه ده خالص علشان اتجنب موضوع تسوس. بعد كده المفروض مع بدايه ظهور الاسنان ابتدي انظف الاسنان ديت، يعني انا كأم انظف الاسنان ديت بقطعه قماش صغيره جدا مبلله، مجرد بس تنظيف خفيف جدا لان الطفل لسه ما عندوش القدره ان هو يقدر يغسل اسنانه، ومجرد الطفل ما يوصل مثلا 3 سنين او 4 سنين لازم ابتدي اعوده على الفرشه والمعجون عشان حتى تبقى يعني اتيتيود عنده او عاده عنده اللي يغسل اسنانه بشكل منتظم، وان شاء الله يحافظ عليها الى إن شاء ما الله. شاء الله. دكتور عبد الرحمن محلان، مدرس مساعد كليه طب الاسنان جامعه الازهر، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام، يعني شكرا لحسن المتابعه، وحفظ الله اسنانكم واسناننا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للتواصل مع قناه الصحه والجمال، الموقع الرسمي للقناه www.صحه.tv، ويمكنكم مشاهده برامج القناه على صفحه القناه على اليوتيوب www.youtube.com/الصحه channel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الصحه tv، وعلى تويتر www.twitter.com/الصحه tv.